بالنسبة لتعريف الديمقراطية، الديمقراطية تعريفها أنه حكم الشعب للشعب. فاليوم التمثيل الشعب سيكون هو الأجدر أو هو الأقوى. فاليوم نطمح من شعبنا أو من ناسنا اختيار الأصح من أجل الوصول إلى قبة البرلمان والحكومة. طيب، يعني إلى أي درجة تعتقدون اليوم سيدتي بأن المشاركة الفاعلة هي ضمان لتغيير الواقع الذي يعيشه العراق والذي عاشه على مدى السنوات الماضية؟ المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات سوف تفسح للأحزاب الموجودة في السلطة بالبقاء في السلطة. هذه الأحزاب تستخدم المال السياسي وتستخدم نفوذها، فهذا راح تبقى مهيمنة على الوضع السياسي في العراق. لكن الانتخابات وخوض الانتخابات وخروج مواطنينا بطريقة صحيحة راح يقلص على هذه الأحزاب، أو راح يسد الباب عليهم مثل ما نقول، وراح يفسح المجال لممثلين الشعب أن يوصلون إلى قبة البرلمان. طيب، يعني بالحديث عن البرامج الانتخابية للمرشحين في هذه الانتخابات، ما هي المشاريع التي تنوون تقديمها لديالة بشكل خاص وللعراق بصورة عامة بعد الانتخابات المقبلة؟ مشاريعنا كثيرة وعديدة. أول مشروع هو إنهاء البطالة بالنسبة للشباب. الواقع الخدمي في ديالة متردي جدا، الواقع الزراعي، الواقع الكهرباء، واقع التعليم أيضا جدا متردي. عندنا مدارس تداوم 3 شفتات في المدرسة الوحدة، بنايات متهالكة. فإن شاء الله نتمنى أنه عند وصولنا إلى البرلمان ونكون من أصحاب القرار نكون يعني خلينا نقول أنه راح ناخذ استحقاقات مناطقنا بالشيء اللي يرضي أهلنا وناسنا في الموازنة وفي الحكومة إن شاء الله المقبلة. طيب، يعني ربما من أبرز المشاكل التي تواجه ديالى وأهاليها اليوم الموضوع الأمني وموضوع استحقاقات المناطق المحررة، كيف يمكن أن تعالجوا هذه الملفات الضرورية بالنسبة لديالى؟ سوف نكون صوت أبنائنا وأهلنا في قبة البرلمان للمطالبة بكل حقوقهم، بمساندة منتسبينا ومساندة قوى الأمن الداخلي المظلومين، وعدم المساهمة ورفض نقل الضباط والآمرين الكفؤين حسب الأهواء السياسية لبعض الأحزاب. هؤلاء الضباط أنه ما يخدمون مصالح هذه الأحزاب. أيضا طالبنا بموضوع الحشد الشعري العشائري بالنسبة لمناطقنا، لأنه كل منطقة هي أدرى بأنه شلون ممكن تقود منطقتها. فنتمنى أنه هيئة الحشد الشعري الحشد الشعبي أن تلبي ندائنا في أنه تلبي هذا النداء تحقيق مطالب أهلنا وناسنا. نعم. في الحشد. طيب، يعني سيدتي في رسالة منك، ربما إلى أي درجة تعتقدين أن تغيير الواقع السياسي في العراق بعد الانتخابات وتغيير الأسماء الموجودة ربما سيسهم بشكل إيجابي في تغيير الواقع المعيشي للعراقيين، الواقع الصعب جدا الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم؟ أكيد خروج مثل ما قلنا، أكيد خروج الناخبين وخروج الجماهير للانتخابات راح تغير. اليوم أنت من غيرت الفاسدين وغيرت الوجوه القديمة، شيء أكيد راح اللي راح يجي راح يكون يريد يخدم أهله وناسنا، لأن الإنسان العراقي أو المواطن العراقي تعب جدا، عايش بين المطرقة والسندان. اليوم بين الحكومة وزارة المالية اللي تهدد اليوم في بعض الأوقات بأنه سوف تقطع الرواتب، صعود صرف الدولار أيضا
مؤثر على الحالة المعيشية. اختيار الأصح واختيار الأكفأ سوف يؤثر على الحالة المعيشية، لأن الصحيح جاي اليوم يريد يخدم أهله وناسه بطريقة أفضل وإن شاء الله للأفضل. نعم، مرشحة أهلنا وناسنا بأن في ديالة بأن نكون رأس وأن لن نتبع أحد من السياسيين. نعم، مرشحة تحالف عزم أشواق متعب جمعة العبيدي من محافظة ديالة كنت معنا مباشرة في النشرة الرابعة، شكرا جزيلا لك.